نكسل تيوب صح؟ عشان احنا كل حاجه في الدنيا اللي هي حاجات كده بنحصل بتنساها وخلاص تيجي الاسبوع الجاي ولا كاننا عملنا حاجه. يلا في الاول كده يعني ايه نكسل تيوب؟ قولي لهم انت جاي موبايل غلط على فين ولا لا؟ يعني ايه نكسل تيوب؟ هي الفرق اشمعنى يعني؟ هي الفرق بس؟ كل اللي هنكسب يبقى اللي مش عارف معرفش يعرف هاي المعلومات. لما اقول لك هنكسب تيومر، كل التيومر بيطلع من السكيل هنكسب او اللي اسمها الثانيه افنتج صح؟ ودي تشمل ايه بقى؟ تشمل اللي هي الفرق يعني سواء كانت كرايم او ايبو كرايم ثم السبيشال صح كده؟ ما هي دي السويت ما هي دي الافنتجز اللي بيطلع منها مين؟ حد فاهم حاجه كده؟ قول له كتر خيرك كتر خيرك كتر خيرك، ده كلام جميل جدا. ماشي الناس معايا ولا مش معايا؟ طيب بصوا لي لو حد ذكي عاملين زي بتوع السيستم اللي احنا كنا نسينا نقول بس هم طبعا الابيديرما تيومر السيستم، ما السيستم كلها كانت طالعه من الادنكس. اشمعنى؟ لان الادنكس هي اللي كان فيها ابيثيليا. فانا بص انا كنت بقول هناك في سيستم طالع من الهير فوليك مش عارف ترايك لمال مش عارف ايه، هنا برضه في تيومر طالعه من الهير فوليك، وهنا في تيومر طالع من السويت، وهنا تيومر طالع من الكراي وكل حاجه صح كده. دي اول سطر كده اول معلومه، يبقى انا هقسمهم كده كراين ايبو كراين سبيشال مش عارف. تاني معلومه دي معلومه مهمه جدا جدا وكله بقى يركز معايا. الادنكسال تيومر كلينيكالي فيها ميزه غريبه جدا، كلهم للاسف بيبانوا بنفس الشكل في الغالب سوليتري. اكتب كده جنرالي كلهم سوليتري فابري اسيمبتوماتيك في الغالب، وفي الغالب بتيجي فين؟ تحب تيجي اكرا، هتلاقي مثلا في الوش او في ايدك او في رجلك اكرا. خلينا نكتب في الصفحه الفاضيه اللي قصاد الادنكس عشان نعمل خريطه. وعلى فكره انت تكون كتبت ورايا في كل حته خريطه كده يعني كلام مهم. خلاص؟ يعني طب ايه معنى في الكلام ده؟ في مشكله كبيره جدا يا جماعه، لما هتبص على ادنكس التيومر في الغالب احتمال كبير ما تعرفوش. وده بيخلي الناس في الكلينيكال اللي بتقول ايه؟ بتقول كلمه ادنكسال تيومر وخلاص، يعني انا لو شفت بابلول في ايدي، مين فاكر دلوقتي لسه واخدين حالا حاجه اسمها سوليتري ايه؟ ريتيكولايستوسايتوم. عارف انا ممكن اكتب ايه في التشخيص؟ ادنكسال تيومر، يعني مين يجيب الصفحه اللي قبلها معلش في الدفرنشيال. الدفرنشيال بتاع السوليتري شوف كاتب ايه هو؟ اذر كونديشن ويز ا سنجل نوديول زي سوليتري اذر مش عارف ايه سبيتس بص بص بص. البتاع دي قاعدين نقف عندها الموضوع يستاهل يعني كل شكه. هو انا ينفع في التشخيص اقول عنوان كده كبير؟ الجمهور ما ينفعش لازم اقول مرض. لكن خد بالك دي قاعده نطلع بيها مع نكسه تيومر بمعظمها في الكلينيكال شبه بعض. وفي الغالب سوليتر وفي الغالب بابيول وتحب تيجي لمناطق معينه الفيس والاكستريمز. وما فيش حاجه في الغالب وركز بكلمه في الغالب دي حاجه كده كلينيكال تقول لي ده ايه. فانا ساعتها مسموح لي ودي الحاله الوحيده في الجلديه اللي مسموح لي اقول عنوان شابتر كديفرنشال ايه؟ راح قال بص ده ادنكسال تيومر. مفيش حاجه اسمها كده، ما ينفعش مثلا بعد كده تقول بص ده ميلانو سيتيك ليجن، مفيش لازم تقول اسم الا في الادنكسال تيومر. ليه؟ لان هم كلهم شبه ايه؟ شبه بعض. خلاص؟ يبقى دي تاني معلومه وانت مغمض كلهم اسيمتوماتيك وكلهم سوليتري وكلهم بابيول ولا بابيول وفي الغالب في الوش والاطراف شكرا. بس بقى رقم ثلاثه ايه؟ احيانا بيبقى فيه كاركترستيك كلينيكال فايندنج لكل نوع احيانا. فانت وانت بتذاكر هتعمل حاجه عندك خلفيه كده ان كلهم شبه بعض. كلهم سوليتري وبابيول وبتاع وخلصنا صح؟ امال ايه طب اللي هعمله؟ قول له انا هزود سن احيانا لو ربنا اكرمني كده اسال نفسي ايه الحاجه المميزه بتاعت الترايكوبسيليوما؟ ايه الحاجه المميزه بتاعت مش عارف الترايكوبسيليوما؟ ايه الحاجه المميزه بتاعت البايوبسيليوما؟ حاجات زي كده. يعني كل ما اعرف الميزه بتاعت حاجه معينه خليها على كام توصل للتشخيص بسرعه. بس طبعا الميزه دي مش شرط تكون ايه دايما. فيبقى عندك البيز بتاعنا ايه؟ سوليتري ونوديول واسيمبتوماتيك وخلاص. مفهوم الكلام ده؟ تمام؟ طيب الكلمه الرابعه ايه؟ اذا لم توجد هذه العلامه المميزه وبصراحه في نسبه كبيره من الحالات مش هتلاقيها يبقى ما هي وسيلتك للتشخيص الحقيقي؟ بايوبسي. يبقى رقم اربعه لا دايجنوستيك يعني او الاكيوريت دايجنوزيس او الفاينل دايجنوزيس يعتمد على هيستوباثولوجي. بص بقى انا ما اعرفش حد منكم شاف الكلام ده في المستشفيات ولا لا، بس اللي بيحصل كلام شوف الثلاث خطوات اللي بيحصلوا دول. هيجي على جنب بابيولا كده في وش
او في ايده او في رجله واسمبتوماتيك وسكين كلر دي كمان ولا حد حاسس بيه خالص. يقعد ده يقول يمين وشمال ده انتوما انت مثلا لسه مذاكره ريتيكولو هيستوستاتوما تقول ده ريتيكولو هيستوستاتوما ده دماغه اي حاجه قول اللي عايز تقوله صح كده. بس تلاقي في اخر الليست العنوان الكبير اللي هو النكسل ايه ولا دي تنفع يقول كده يقولوا شبه ايه وده اللي بيحصل وقت ممكن تكون دي ادنكسل ايه تيوب. لازم نعمل ايه دي الخطوه الثالثه تروح واخد بايوبسي. الخطوه الثالثه تطلع النتيجه. عارف انا مش هيفرق معايا ليه اقول لك انا عشان النقطه اللي هقولها بعد كده موست اوف ذيم او اللي انا هدرسهم على الاقل هيبقوا بناين هيبقوا ايه ويبقى كلهم تريتمنت باي ايه لما هم بناين بالظبط سيرجيكال اكسجن. عارف ليه؟ لانها واحده حاجه لما تبقى سوليتري الشيلان بتاعها ايه سهل جدا. الناس معايا ولا مش معايا؟ عشان كده هو ده الملخص اللي بيحصل في الحياه العمليه. ايه يا دكتور الملخص اللي بيحصل في الحياه العمليه كده؟ يا ريت تبص على اللي انت كاتبه بايدك بقى. هيجي لك عيان بسوليتري سيمبتوماتيك سكين كلر ديبابيول في الفيس والاكستريميتي بدا ينفخ في صوتك وتفتكر ان في حاجه اسمها ايه؟ يا سلام تروح عامل ايه؟ اكسجنال بايوبسي هنشيلها ونخلص كده العيان ايه؟ كتر خيرك انت اللي خبيته تمام وهروح احنا نعملها ايه؟ بايوبسي. اجي البايوبسي اللي تبص دي بسليوما دي مش عارف بالكلوما دي مش عارف ايه كله ولا حاجه خالص ولا يهمني خالص لان هم بنايم. واحد كده شلناها تلاتة مفهوم ولا مش مفهوم؟ اللي ما نساهوش بقى واللي انا هعلمه لك النهارده وتحطه كده سلسله كده في رقبتك وتخلي حد يجرك بالسلسله دي لازم او تربط نفسك في الارض بالسلسله دي ايه؟ اني ركز معايا اني احيانا بيبقى في علامه مميزه كلينيكال تشوفها تقول ده مش ادنكسل بس ولا فوليكولار بس تقول اسمه كمان تقول ده ترايكو بيثيليوما شوف قمه الدقه لا ده ترايكو فوليكولوما لا ده بايلوما كده يعني مفهوم. وده اللي احنا هنتعلمه كويس جدا عشان كده تو سمرايز بقى تو سمرايز انت وانت بتذاكر الحاجات دي كل الكلام ده المخ بس هتطلع من الاخر بعدين تقرر هنحفظ حاجتين ايه الحاجات اللي بتقولها؟ اول حاجه وات از ذا كاركترستيك رقم اثنين وات از ذا كاركترستيك باثولوجي. ما انا لو ما لقيتش كلينيكال هستنى مين؟ هو لازم اعرف مين الباثولوجي. طبعا بالاضافه لاسم المرض يعني معلش هتعمل بتاعك اسم المرض. انت لو انا عارف الكاركترستيك كلينيكال وعارف الكاركترستيك بتاع ايه؟ بتاع المرض اسمه ايه المرض ده؟ انت تبقى عارف خلاص يعني. اي منها نبدا بقى حتى عندي سؤال في المقدمه دي يا جماعه الحاجات دي مهمه جدا ده مش تبقى مكتوبه في الكتب دي بتاعت الواقع كده انت بتبقى عارفها بتريح نفسك خالص تقول له بس معاك تنجز معايا كده تقول لي هنا اسمه ايه بتاع كذا 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 هنقسمهم ازاي؟ هنبدا في العاده كده ما هي الاورام بتاعت الكوليكل صح؟ وبعدين نخلص كده الاورام بتاعت الجرايم ونخلص الجرايم وفي كل واحد من دول 90% من الكلام انت عارفه 90% من الكلام انت عارفه تريد ان تكون وبعد كده فاضل بس ده كده كده والشكل في الباسورج وكلهم بناين يعني بالك انت وكلهم سيرجيكال اكسجن وخلص. يلا نبدا بمين؟ بالفوليكولار. الفوليكولار هم ثلاثه بس. هم ايه؟ ثلاثه بس. قول لي يا سلام تعالى نبص عليهم كده اسمهم ها؟ ترايكو فوليكولوما. يا سلام مش اسهل من كده. ترايكو يعني ايه؟ ها؟ وفوليكل يعني سهل جدا وهو مدية ولا دي الوحيدة اللي مش عارفها ترايكو في الكلوم سهلة قوي الكلمة بتغششك ان ده ورم طالع من الفوليكل. طب الثانية ترايكو ها؟ قول له كتر خيرك برضه شعر بس الثانية اسمها ايبسيليوم. طب الكلمة الثالثة بايلو قال لك نغير بقى مش كل يوم ترايكو صح؟ بايلو بايلو يعني ايه برضه؟ يعني هي بايلو بايلو ماتريكو يعني طالعة من الماتريكس بتاعي. طبعا عايز اقول لك حاجة الاسامي شبه بعض جدا دي محتاجه درجه من الوعي عشان ما تدخلش الحاجات في بعض. انت ما تقول ايوه انا فاكر الحاله اللي كان اسمها ايه بايلوفوليكولوما مثلا صح؟ انت في الغالب هتخترع اسم في الغالب الاسم ده ليس له وجود يعني هو في بايلو ماتريكو في ترايكو فوليكولوما انت بتقول له بص في بايلو ترايكوما مثلا ما ينفعش في ترايكو كده فمحتاج شويه هدوء ورواقه كده لان هو للاسف ايه سيبك منها يا ابني.
عارف غالي جدا ان انت تاخد بالك من الاسماء اللي انت عارف الاسم ده ايه وكلهم ايه اللي مش عارف صح وكلهم كولج يعني بس انا عايز اعرف هو كولج ايه ولا مش كولج ايه يبقى كام حاجه هم دلوقتي ثلاث اسامي محتاج منك رقم واحد تركز في الاسماء رقم اثنين انا هعلمك دلوقتي كل واحده ايه اللي يميزها كلينيكال اذا كان يميزها وايه شكلها في البطن يلا بقى نبص النور ونشوف الفيك مين فين مع بعض نشوفهم بسرعه كده يلا بقى يا سانتش تحلو في المعرض اول واحده اسمها ترايكو فوليك النور يا ريت نسيب الكتاب دلوقتي احنا هنقراها سوا مع بعض بس خلينا نتفرج على شويه صور كده ماشي دي اول صوره هوريك شوية صور ونشوف القواعد منطبقة عليها ولا لا. كوليك اهو. مين يبص على الصورة دي؟ يقول له لا يا دكتور أنا مش شايف أي حاجة، صح؟ ما هو ده اللي يجي، بص مين أنا مش فاهم. فابيولا موجودة فين؟ في الوش، صح؟ وين فابيولا؟ تقول له بتوجعك يقول لك إيه على طول؟ قول أنتوا ها؟ بس أنتوا مالك؟ سوليتري في الوش أهو وممكن تبقى في الأطراف ولونها سكين كلر. حتى مش باينة أوي في الصورة. كله الخصائص دي بتاعت ايه على طول؟ بتاعت النكسر تيومر بشكل عام. فانا هحط الدفرنشال. بس في ملاحظه هنا في بلط بقى بلط وطلع منه شويه شعر لونهم ايه؟ ابيض. وخد بالك الشعر ده ابيض وهقول لك ليه حالا دلوقتي. البني ادم ده عنده شعر عادي تيرمينال في شعر اسود عادي في الوش بتاعه. يعني قصدي الابيض هنا حاجه غريبه اسمها فيلا سير صح كده؟ بص بص ممكن الحاله دي تيجي من غير شويه الشعر دي وساعتها انا مش هعرف اقول حاجه في الدنيا هقول بس ايه؟ واخد عينه واشوف. دي العلامة مش هتقولك احيانا بعض الامراض يبقى فيها علامة؟ ايه بقى العلامة؟ البلك ده اللي هو بتاع الفلك طالع منه بيقول لك ايه؟ طفت طفت يعني ايه؟ يعني شوية وحشة بس بص الشعر ده فيلس، فيلس يعني ايه فيلس؟ يعني هايبو بيبيدل، يعني لونه فاتح، يعني ما اعرفش ايه، صح كده؟ قال لك إذا شفت التفت أوف فير هير ديت والناس اللي بتكتب في الطلبة، ده يقول لك محدش يكتب نقرا سوا، ماشي؟ خلاص؟ أنا هنقعد نقرا الكتاب سوا دلوقتي. البتاعة دي كاركترستيك للمرض الأولاني اللي اسمه ترايكو إيه؟ يعني أنت لو شفت شوية التفت أوف فير طالعين دول دول كلام اسمها ترايكو فلوكلوبي خلاص مفهوم كده؟ يبقى انا كده عرفت على جنب كوخ كده وات ذا كاركترستيك ايه؟ كلينيكال كلينيكال وعلى فكره المشكله انها مش لازم تكون موجوده في كل الحالات انا جايب لك صوره كلاسيك عشان تبقى عارفها لكن ممكن تيجي من غير شويه الشعر دول وبتقولها كده بس ممكن تقول له دي ادنكسر فور بس اوبشن وما تخافش قوي لان معظمهم ايه؟ بنعم طب استنى تعال نشوف الباثولوجي ونشوف ايه قصه الباثولوجي بصوا لي ايه قصه الباثولوجي؟ مش في فوليكل ونازله لتحت كده؟ ايه اول حاجه تلاحظها؟ الفوليكل بقى فيه ها دايليتد قوي وفيلد وزيه وسكيلتس كانها فوليكولار بلاجنج كده مش احنا خدنا امراض كتيره جدا فيها فوليكولار بلاجنج زي مثلا الديسكويد لوبس ما اعرفش الكلام ده كله. طب استنى ايه الغريب بقى؟ مش الفوليكل هي واحده بتنزل كده اللي بتلبس؟ مين يبص لي هنا بقى ويسيب الكتاب؟ دلوقتي ادي الفوليكل، حد واخد باله؟ المفروض فوليكل واحد؟ بقول له لا ده الفوليكل واحنا نازلين كده طلعت منها فوليكل تاني شايفين؟
الفوليكل الثانيه زرعت الفوليكل الثالثه. شايفين المنظر عامل ازاي؟ على فكره كل دي فوليكل طالعه من نفس الفوليكل بس حسب القطعيه. يعني هي بتعمل زي الشجره. المفروض الشجره جزء واحد وخلاص، طول عمرنا بنشوف الفوليكل الواحده. لا ده الفوليكل ايه؟ طلعت كذا فوليكل يمين. وكل فوليكل طلعت ايه؟ فوليكل. زي الشجره. بس خليك ذكي، شجره مقلوبه، شجره ايه؟ انفيرتد تري. شايفينها باينه ازاي؟ دي جميله جدا. الناس اللي بتبص من ورا تبقى شايف الصوره اهو، شوف هي شجره بالظبط بس مقلوبه. الفوليكل مطلع فوليكل مطلع فوليكل مطلع فوليكل. هل بيسموها ايه؟ هي سكندري فوليكلز. ليه سكندري؟ طلع انا عندي واحده اساسيه برايمري وطلع منها. ويمكن عشان كده سموا المرض ايه؟ رايكم فوليكلوما. يعني كأن ده ورم مكون من مجموعه ايه؟ فوليكل. بس الفوليكل دي تتميز لانها فوليكل ثانويه وصغيره وما اعرفش ايه والكلام ده كله، صح ولا مش صح؟ الناس تاخد اللي انا بقول ده؟ الناس معايا ولا مش معايا؟ مش معايا. طب حلو قوي. طيب سموها ترايكو فوليكلوما كده. خليك ذكي بقى، ليه احيانا بتطلع طفط وفهر؟ وليه الهيد بتبقى بيضلس ضعيفه؟ كلهم هيبان. انا بقى عندي فوليكلز كتير، كل فوليكل هتطلع ايه؟ شعرايا. بس عشان هي فوليكل صغيره وثانويه الشعر بتاعها يبقى ايه؟ مش بيضلس. فانا لما اطلع المنتج ده ومنتج ده ومنتج ده ومنتج ده تطلع لي في الاخر طفط طفط بس تكون ايه كمان بيضلس هي. يبقى مين حد ينسى يقول لك ليه طفط مش واحده؟ اقول له عشان عندي كذا فوليكل. وليه بيضلس مش تيرمينال وناشفه وتقيله ومعرفش ايه؟ قول له اصل هي سكندري سمول فوليكل ده بادز بيسموها احنا فوليكل فازول البادز. يعني ايه بادز؟ يعني الفوليكل الرئيسيه تبط تطلع فوليكل. عارف حاجه؟ يبقى انا دلوقتي فهمت ليه سموه ترايكو ايه؟ يلا نفتح البتاع كده ولا هنتكلم تاني ونرجع تاني وتمارين كده. ما تقدر تطمن. ايه؟ لا انا عايزهم هم يتدربوا، يعني انا عايزهم لمصلحتهم يعني. ماشي؟ شايفين محشي سوداني وحاجات؟ في سوداني في سوداني. لا خلاص الله يخليك الله يخليك. حطاه في بتاع كريم ده ولا ايه ولا بص يلا يبقى دلوقتي في سؤال شاطر جدا، ليه سموه ترايكو فوليكلوما تحديدا؟ كل ما هو عامله فوليكل وليه فيها طفط؟ ايه اللي يميزها كلينيكال الطفط البيلر ده؟ واللي باثولوجي تلاقي الفوليكل المقلوبه طالعه منها ايه؟ خلصنا كده، الدرس خلص، تعالى نقرا كده بسرعه. بص ايه التعريف بتاع ترايكو فوليكلوما؟ بيناين، احنا قلنا معظمهم ايه؟ بيناين. بص بص بابيول ونديول ممكن في الفيس او السكالب او الابر تراك يعني الجزء العلوي. قول ما ده كلام ايه؟ ده البيزك بتاعهم كلهم. هم ليه السطر الجميل بقى؟ خد بالك من كلمه سام تايمز دي. عارف سام تايمز دي معناها ايه؟ يعني مش شرط بس لما تلاقيها تبقى انت محظوظ. وده بيبقى من عمايلك، انت ماشي عدل تلاقي الطفل جايه لك والدنيا تمام ومكتوب عليها تراكو في الكلور وتبقى والي على طول، يعملوا لك مقام في طنطا كده. ما دي من طنطا؟ لا طنطا اللي كانت معايا. يوه نجحتي يا سلام شفتي؟ مين؟ في طنطا قديمه يعني. بس نجحت الحمد لله الحمد لله يعني معجزات سيد البدوي دي سيد البدوي. كنا قاعدين نقول ايه بقى؟ طب ايه المميزات؟ الاقي الاوستيوم او البكتا مطلع منه ايه؟ اللي هي بس تكون ايه اهم حاجه؟ او يسميها ايه؟ اما التيورون عامل تحتها خط. يبقى انا السطرين دول اعلم عليهم كده بالفلتر كده واقول دول الكاركترستيك بتاع مين؟ تبص تلاقيهم يبقى خلاص شخصت على طول. طب نيجي في الباثولوجي. قول له كلام حلو جدا، ما انت فاهم بقى سنترال سيستيك سبيس اللي هي عباره عن انفانديبولار كورنيكيتيشن. الكلام الاجنبي ده قول له ولا حاجه. الانفانديبولار اللي هو الجزء العلوي ماله ها؟ هيبقى دايليتد وفيلد وزير وسكيرت. يقول لك اورثو كيراتين. يعني ايه اورثو كيراتين؟ هتعلمنا ها؟ يعني مش بره ولا حاجه يعني عادي. ويل ديفلوبد فيلاس فوليكل، في شويه فوليكل كتيره بس فيلاس مش صغيره يعني بروترود يعني ريديال قلنا زي الاشعه كده من السنترال ستراكشر. قول له دكتور الكلام ده اجنبي وانا الاجنبي بتاعي بعافيه شويه. انا عملت لك مربع فيه سطرين، مين يرى السطرين دول؟ اللارجت هير فوليكل سهله دي فيلد ويز وسمول هير بروترودنج فروم بين قوسين كتر خير. عارف بقى لو حد شاطر بجد بقى مش بيقرا في الضلمه كده ويعلم من نفسه، انا هعلم على ايمان اسمه ترايكو ايه؟ فوليكلوما. هعلم على كلمه البانك تم ولا تفضل ولا سير
وعلم تحت على الامبيد السري والكلمتين دول وشكرا شكرا السلام عليكم وعليكم السلام. ده اسمه المره الثانيه قول له هو خلص بس باقي الكلام اقول له انا المسؤوليه الثانيه وبعدين مش كده وبس بقى. شوف التريتمنت هيبقى ايه يا جماعه كلهم كده ليه؟ عشان كلهم سوليتري كلهم بنايم حد فاهم حاجه وخلاص ويقول لك بص ات از هولي بناين ومش محتاج وكلام سهل جدا. واللي بيحصل في الحياه العمليه ان انا بعمل اكسجنال بايوبسي منها ها وخلاص وموضوع وخلص وده اللي بيحصل بالضبط في الحياه. مفهوم ولا مش مفهوم؟ ده اول واحد سهل ولا مش سهل؟ قول له لطيف جدا. الثاني اسمه ايه بقى؟ هسال سؤالين انا بعد ما اعرف الاسم. ايه السؤالين؟ ايه اللي يميزها كلينيكال؟ وان كانت الميزه دي مش لازم تكون موجوده. وايه اللي يميزها ايه؟ يلا يا طنط واعملي الحاجه بالمرور لله عشان ربنا يكرمك. لما تفتحي الشباك تفتحي لي بقى تقفل الشباك يعني دلوقتي اقفلي بقى بالذكاء وكده. عادي يا طنط. اسيمبتوماتيك تماما وزي الفل. انت مسموح لك تقول ايه عند هذه اللحظه؟ نكسل. طيب سلام. احنا مالنا مناخيرها دي؟ شوف انت مش عارف الناس، انت مالك من الناس؟ خلينا في حالنا دلوقتي. يعني هتنكسل ولا مش هتنكسل؟ هنكسل. مش عرفت ان مناخيرك مناخير ومسك يعني. لا حتى مش ايه. هي صوره كده بيبان كده في ناس كده اللي هي فين بيبان كده عايز بالذوق. ولكن شايف عصير الهرمون مثلا يعني. المهم مش فاكرك معايا ايه بقى الكاركترستيك؟ هي بص هي مش واحده مالتي صح؟ ادي واحده هنا لو انت شايف ها؟ كمان واحده هنا لو انت شايف الناس معايا مش معايا؟ وبعدين وكمان واخده هنا برده ماشيه كده مع الميزوريجيا ايه؟ فور واحده ممكن ده اللي عامل شويه الارجمنت وديفورميتي في النوز صح كده؟ يبقى انا هنا ايه الحاجه الكاركترستيك؟ انهم بقوا مالتي مش ايه؟ قول له طب ما هي حاجه ممكن تبقى مالتي. قول له لا وماشيين على الميزو ايه؟ على فكره ده سؤال مشهور بمليون جنيه. ايه هي الامراض اللي بتيجي مين؟ طبعا في امراض كتير بس خلينا بس في اللي احنا فيه ده. لما تشوف الكام كلمه دول ايه هم الكام كلمه دول؟ ها؟ انهم مالتي وايه؟ ده ترايكو ابيسيليوما. ده النوع الثاني اللي اسمه ترايكو ايه؟ ابيسيليوما. الناس معايا ومش معايا؟ على فكره ممكن الترايكو ابيسيليوما تكون اسوليتك وتبقى واحده بس ومن غير اي علامه. قول له ما ده الكلاسيك اصلا. الناس معايا مش معايا؟ حد فاهم؟ يبقى ايه اللي يميز التراك والناس اللي بتكتب في الضلمه برضه مفيش فايده فيه؟ ايه اللي يميزها؟ هتبقى مالتيبل وتبقى مين؟ بس انت عارفه ممكن الاقي كل ده نورمال 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 وفي واحده بس كده دي وتطلع في الباثولوجي ايه؟ والله ساعتها انا اقول انت ما عندكيش طاقه اوف هير صح؟ ولا انت مالتيبل ولا صح؟ يبقى انا هقول ادنكسن كلوما ونجيلها ونشوف. فهمتوا؟ طب استنى بقى تعالى نشوف الباثولوجي وتعالى نشوف ليه سموها بقى ايه؟ ها؟ ترايكو ابيسيليوما. اصل الاسامي دي كلمه ترايكو مقبوله اللي هي شايله في الهير. هما ليه بقى ابيسيليوما سايكولوما؟ ايه اللي شايفه ده؟ انا عندي ماسز اوف سيلف صح؟ لونها ازرق ولا ازرق يعني بيزوفيلك؟ ايه ده؟ ده احنا الاسبوع اللي فات خدنا حاجه ماسز اوف سيلز بيزوفيلك البيزل سيل كارسينوما صح؟ ده الاسبوع اللي فات صح؟ مش قلنا ماسز اوف سيلز وكان فيها كلمتين كمان من فكره استنى كده يا بشير انت بريفرال باريسيتي ها وحواليها والستروما فيها يو سي صح؟ ومنقعده اربع حاجات اهو دلوقتي ادي اشهر حاجه في الدنيا. ده سؤال مشهور جدا. هل التراكو والستروما بتبان في الباثولوجي زي البي سي سي؟ ودي اخطر حاجه. انت لو مش عايز تتكلم قول له بي سي سي لايك. يعني ايه بي سي سي لايك؟ اهو ماسز اوف سيلز ها والمسجد السيد لونها ازرق ميزوفيل. طبعا السؤال اللي وراه اللي بيجي في امتحانات كتير جدا قارن هيستوباثولوجيكالي بين ترايكو ابيسيليوما وبي سي سي صح؟ وده سؤال متوقع. مين اللي هيقول لي بيفرق بينهم من التاني؟ طبعا احنا قلنا ننفي عن التاني هم عارفين التاني.
هنا مفيش بريفرال ريسيفنج واضح، بس عارف اهم حاجه ايه؟ مفيش كليفت حوالين السيستم. يا جماعه بصوا هناك في كليفت، هنا استحاله تلاقي كليفت، محدش يقول ده كليفت، ده الكولاجين العادي. هناك زي ما انتوا لو تفتكروا المره اللي فاتت مسافه واسعه كبيره، وبعدين دي ما حولهاش، دي ما حول، مفيش. يبقى هناك في كليفت، هنا مفيش ايه؟ كليفت. عارف الحاجه الثانيه بقى لو حد شاطر، بصوا لي هنا، هي الماس دي ابتدت تعمل ايه؟ وبقت عامله كانها فوليكل. يا جماعه افهم البتاع ده اسمه فوليكولار ديفرنشيشن. عشان خدنا اول محاضره ان الجيش يحاول يفتح 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 الاسنان، لو هيتم حدش تحيل كله بقى يركز معايا. مش احنا خدنا اول محاضره خالص في كلمه اسمها ديفرنشيشن؟ ايه المقصود بالديفرنشيشن؟ ان الجيش بيحاول يعمل مش ده اصلا فوليكولار تيومر، هيحاول يعمل فوليكل، فتلاقي الماسز بعض منها عمل زي الفوليكل كده وجواها كيراتين، وممكن بعضها يبدا يعمل هير برودكشن، حاجات منها تعمل بابيلا، تحاول تعمل استراكشر الى عميل. الكلام ده مش هتلاقيه هناك في مين؟ عشان كده دايما بقول للناس ببساطه الفرق حاجتين، اللي موجود هنا مش موجود هنا والعكس. يعني البي سي سي ما فيهاش فوليكولار صح، بس فيها ايه؟ فيها كليفت. الناس معايا؟ دي لا ما فيهاش كليفت بس فيها ايه؟ سواء كده او كده ايه بي سي سي لايك. شكرا شكرا، الموضوع خلص. تعال نعلم الكلمتين دول سوا. العنوان مكتوب اسمه ايه؟ ايه الديفينيشن؟ قولوا ما خلاص بقى، ما كلهم بناين وكلهم فوليكلر وكلهم نيوبلازم. طيب كلينيكالي بص، سكين كلر لبابيول ونوديول على الفيس ومش عارف ايه، ويسبر دايركشن للنور. قولوا على فكره الكلام ده كله ممكن ينفع مع اي ايه؟ مع اي ادكشن ده في السوليتري. طب لما اقلب الصفحه قال لك في منها نوعين، سوليتري وده المور كومن، ودي كارثه لان ساعتها هتقول عليها ادنكسل وخلاص. طب المالتيبل، المالتيبل ده جميل جدا. قال لك ده ممكن يكون فاميليال، بيجي في السنترال فيس. يعني ايه في السنترال فيس؟ اكتب جنبها نيزوليبيال ايه؟ فور، صح كده؟ طيب يعني عرفنا الميزه بتاعتها امتى تبقى مميزه؟ لما تبقى مالتيبل. حاجه اعمل باثولوجي. بص انا كاتب الباثولوجي دايما بمستويين كده، مستوى كده دردشه كتير كده، وفي الاخر الكلمتين اللي هو اللي انا عارف انت في اللجنه كده لله كده. فكلمتين ايه بقى؟ هي ماسز او كلاستر اوف فوليكولار جيرمينيتيف سيلز وعليها فايبروسيستك استروما. ماشي، عامله زي بي سي سي. ماسك في الكلمه دي، يقول له دكتور عامله زي البي سي سي. طب يا ابني البي سي سي مالها؟ يقول له عامله زي التراكو باثيليوم. فاهم انت كده؟ ما ترسوش على بره. قول له طب هما الاثنين شبه ايه؟ قول له شبه بعض، يعني بتقعد كده ايه؟ لحد ما اتجننوا خالص في اللجنه. فانا بقى هعمل ايه؟ كلمتين تحت اهم اهو، ماسل اوف، مين شايف المربع الجميل ده؟ بيزولويد سيلز لايك، ولكن يقول لك ادهرنت استروما. هي هي معقول؟ ما معنى الاستروما ادهرنت على الماس ان مفيش كليفت. وتاني حاجه فوليكولار ايه؟ وانت عارف يعني ايه الكلمه دي؟ يقول له يعني بتحاول تعمل فوليكل والكلام ده كله. التريتمنت هنشيلها وخلاص. قال لك بس خد بالك الشيلان هنا فيه تكه بقى، لو كانت سوليتري ها هتبقى سهله وزيها زي الجميع. المشكله كلها لما تبقى ايه؟ شوف بقى سبحان الله، المالتيبل دي سهله في التشخيص بس المالش هيبقى صعب شويه. اذا انا ساعتها هاخد واحده بس للتشخيص، طب والباقي ده؟ قال لك هنضطر بقى ايه نحاول بليزر وما اعرفش ايه الكلام ده كله. بس الكوزموتيك اوت كام هيبقى هنا صعب مقارنه بايه؟ السوليتري. حد فاهم حاجه ولا محدش فاهم حاجه؟ قول يا براء مفيش. لا لا خالص، بص دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص، هي بس شبهها في الباثولوجي، لكن دي حاجه ودي حاجه، ده اوريجن وده اوريجن كده يعني. الناس معايا ولا مش معايا؟ طيب حد مستعد للنوع الثالث؟ اسمه ايه النوع الثالث؟ طبعا انا لازم في الاخر على فكره سؤال، طب ليه سموها ترايكو ايبيثيليوما؟ قول له على فكره الاسم الثاني القديم بتاع البي سي سي
بسيليوم من اساميها القديم بس طبعا ما عادش مستخدم ليه في الجراحه كده. يقول لك بيزل سيل كارسينوما او بيزل سيل ايبيثيليوما. فهم هنا لما سموها ترايكو ايبيثيليوما ايبيثيليوما عشان هي شبه مين؟ حد فاهم ولا ما حدش فاهم؟ خلاص ده كلام جميل جدا جدا جدا. كله بقى صحصح معايا. المرض الثالث اسمه ايه؟ عايز اجاوب على ثلاث اسئله. ايه اللي يميزه؟ ها واللي يميزه وبالمره بالمره بالمره ليه سموها كده؟ ماشي. طيب ما نفهم على فكره ده من ماتريكس. مين عارف يعني ايه ماتريكس سيلز في الهير فوليكل؟ مش احنا خدنا هير هنا باين؟ ماشي خدنا. يعني ايه ماتريكس؟ اللي هو الستيم سيلز يعني اللي طالعه من مين؟ تمام بايلو ماتريكو. الناس ما قالوش معايا. شافت لا البر تعال شوف الصوره وانا ايه انا خلاص شجع في الطاقه. ايه الصوره دي بقى؟ قول له والله يا دكتور خلاص بقى ادي ايه هنا مالها سكين كلر ولا بتوجعنا ولا حاجه سمتومات وفي الوش كمان يبقى ايه كل ده؟ السؤال اللي وراه هل في علامه ولا ناخد بيبسي ونخلص؟ قول له في علامه هنا ولا على فكره مفيش حاجه كله بلاستيك. قول له لا في علامه بس انت مش واخد بالك منها. ايه العلامه بقى؟ اول حاجه السن. ايه رايك في الصوره دي؟ ده ولد صغنطوط. المرض ده اول حاجه تميزه فيري اللي فاتوا كانوا قدر تعالي لو حد واخد باله. ده بقى بتاع الاطفال يبقى البايروماتريكوما او على الشيك اوف ايه؟ طبعا دي ممكن تعدى عليك انت اقول له كميزا ينطبق عليه كل ايه؟ كل المواصفات. كل المواصفات. لكن عارف ايه ايه العلامه بصراحه؟ مش في الليجن في العيان نفسه. انه تشايلد. This is the commonest tumor فين؟ في الطفل. طب سؤال تاني بقى. لما اجي اعمل بالبيشن هتبقى سوفت ولا تبقى فيرم؟ فيرم ليه؟ ده تيومر مش ده تيومر وخلايا حاجه بس نفسها فيرم مش هتبقى سيستك. ده مش سيست اصلا. قال لك في مفاجاه ده مش هيطلع فيرم هيطلع هارد درجه اعلى. هارد يعني ايه؟ زي العظم كده. كان زمان يقول لك الهارد كده زي ما انت بتحس كده الفرق ايه؟ عظم خشبه كده. ودي حاجه غريبه. ودي الميزه الثانيه بتاعت المرض ده. ايه اول ميزه؟ تشايلد. هلاقي الست واجي امسكها في ايدي مش هلاقيها فيرم. هارد. لا تبقى هارد جدا. ليه؟ هنعرف كمان شويه مع بعض ان المرض ده بيترس فيه كالسيوم. بيترس فيه ايه؟ كالسيوم. سكندري او ديستروفيك كالسينومز اللي خد معايا كالسيوم وميتابوليك ونسي. صح كده؟ ديستروفيك ايه؟ كالسينومز. ترسب الكالسيوم هيخليه شبه مين؟ شبه العظم. صح؟ وده بيخليه هارد. يبقى انا امتى اقول ان الحاله بايلو ماتريكوما؟ حاجتين سريعة شوية وأنا سيبتها كده ليها ايه؟ هارد. مع ان 90% من الكلام زي العادي. طب تعال نشوف ايه اللي يميزه في مين؟ في الباثولوجي. هوريك انا صورة. بص المعدة دي خلايا صح؟ نيوكلياري وسيتوبلازم وكل حاجة. أمال ايه المنطقة دي؟ ايه المنطقة دي؟ ده في مناطق جوست سيلز بيسموها. بص ايه اللي حصل؟ احنا قلنا المرض ده هيترسب فيه كالسيوم صح؟ الكالسيوم لما بيترسب في الخلايا بيخلي الخلايا تموت. فتلاقي ايه؟ بعد شويه الخليه فقدت النيوكلس بتاعتها وبقت سيتوبلازم. بس شايفين المناظر دي؟ بس لسه الباوند بتاع الخلايا باين. حد فاهم حاجه؟ كان الكالسيوم بيعمل لها زي بريزرفيشن كده للاوتلاين بتاعها. ففي مناطق اللي بس فيها كالسيوم تلاقي الخلايا بيسموها كيس كده جميل جدا جدا بيسموها جوست سيل. بيسموها ايه؟ جوست. يعني ايه جوست سيل؟ شبح. ومفيش خليه خلاص هي ماتت بس ده مكان الخليه. شوف مفيش نيوكلياي ولا حاجه بس باينه ولا مش باينه ان في اوت لاين للخلايا. تيجي انت في الورم ده على قد ما ترسب لو كان الورم ده لسه باين ممكن ما تلاقيش جوست سيل. لما يترسب كالسيوم من 50% تلاقي حتت خلايا وحتت ايه؟ جوست. عارف في الاخر خالص؟ هتلاقي كلها بقت ايه؟ جوست سيل. صح ولا مش صح؟ وطبعا لو حبيت تتاكد من وجود الكالسيوم هتعمل سبيشال ستين زي البون كوست ستين. هتلاقي بقى لونها اسود لو حد فاكر. حد فاهم؟
يبقى ايه المغنيسيوم اللي كان كلمتين في الاطفال؟ وهي مين في الاثولوجي؟ ان في بوست سيلز صح؟ ولو انت مش لاقي حاجه خالص عايز تتاكد دور على الكالسيوم هتلاقي فيه كالسيوم ايش بس. حد فاهم حاجه؟ انا هنا بس شوف بس انت على فكره هتتغدى معاك بس انت مش بتستنى حد يقول لك. طب انا كمل يا بنتي كملي. يلا بص بقى هو اسمه بايرو ايه؟ لان لو حد شاطر هي بتطلع من الماتريك سيلز بتاعت الهير كله. فهم قالوا اختصارا بايرو ماتريكوما. وفي ناس قال لك لا سميها بايرو مين يقرا الكيس الاسم الثاني؟ ماتريكسوما. هنا دي واضحه جدا. قال لك طالما واضحه مش هنجيبها لك خلينا بايرو ايه؟ ماتريكوما كده ماشي؟ في اسم غريب كده مش مهم ترايكو ماتريوما بيلعب بقى ترايكو يعني ايه برضه؟ شعر بدل بايرو يعني فاهم انت اللعبه كده بس هتبقى برضه ماتريك كده يعني بس خليك في اخر اسم بقى كالسيفاين ها؟ هذا اسم جميل ليه اسم جميل؟ تروك اللي حصل خلاص؟ مين يبص على الديفينيشن؟ كله ما خلاص بقى ما هي شغلانه ما الثلاثه دول كلهم بناين كلهم شوف السوليتري والسكين كلر والهديول على حاجه خالص هما ليه يميزوا؟ ادي الميزه بتاعته اول ها انها فيرم دو تو ايه؟ لا ده هتتحول بعد شويه لروك هارد ناشفه جدا مفهوم؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ أول علامة يا جماعة لما تشوف الحاجة زي كده، وتاني علامة إنها في عيل صغير، موست كومن إيه؟ شاين بلود. عشان كده بصوا يا جماعة هما بيلقطها على طول كده. 90% من الخسائر بتاعتها العادية خالص جاية في طفل صغير. وتيجي تمسكها كده تقول له بس طب معلش آخر حاجة بس، تلاقيها غلط. تقول له شكرا ده أنت على طول إيه؟ طيب هنشيلها برضه في العادة ونشوفها تطلع في الكلمتين اللي أنا هقولها سيبك من الكلام اللي فوق ده بس قبل ما تكتبك من الكلام هو مكتوب ايه اللي وليه؟ ليه؟ مين شاطر يقول لي ليه؟ حسب الكالسيوم بالظبط كده انا لو جيت شفت المرض ده بدري جدا الاقي لسه الكالسيوم ايه؟ ما ترستبش الكسره ولسه ما فيش ايه؟ هاردنج والكلام ده الناس معايا؟ في الليل تلاقي الدنيا بقت خالص فملخص الكلام ان في ماسز اوف بازيلويد ماتريكال سيلز ماتريكال سيل يعني ماتريكس مالها بقى ها؟ ليتر سيلز لوز نيوكليوري جوست ايه؟ سيل وتلاقي الكالسيفيكيشن اوضح ما يمكن بس خلاص هتقول الكلمتين دول يبقى كتر ايه؟ خيرك كده طب التريتمنت اللي ولا حاجه ده بالعيش وهنشيله ونخلص فاهمين؟ ايه رايك بقى في الفوليكولار تيومرز الثلاثه المشهورين؟ على فكره في تيومرز كتيره جدا بس ده مستوى تاني بعد كده لكن انا قصدي الدنيا مالها في منتهى البساطه انت مطلوب منك تريتمنت انت شاطر تروح عامل جدول صغير ثلاث اسماء وات از كلينيكال وات از باثولوجي اول اسم انا هراجع هو ترايكو تف اوف فيلاس هير انفيرتد تري شكرا قول له بس كده قول له في 90% من الكلام اقول لك انا انها بناين واكسجن وثلاثه وخلاص كده طب النوع الثاني اسمه بايلو ترايكو بيسيليو ايه اللي يميزها مالتيبل في النيزوليبيا كلينيكال كلمه واحده في الباثولوجي بي سي سي لايك بس ما فيهاش كليب وفيها فولك رقم ثلاثه كلينيكال كلمتين هارت صغير وعيل صغير باثولوجي جوست سيل وكالسيوم بس كده دي المراجعه دي مراجعه داخل السنه اللي احنا فيه اللي هو اخر السنه يعني اللي احنا فيها دي خلاص كده احنا خلصنا الفوليكولار ايه تيومر تعالى ناخد امراض ايه سبيشيس امراض ايه بص بقى نفسي برضو انا قلت الكلام ده من شويه بس انت كنت لسه مصحيت مش عايزين ندخل السيست بتاعت الحاجات مع التيومر بتاعت الحاجات يا سلام يعني في حاجات وحاجات بص بقى ننجح في مواضيع سيست في الكوليك مين فاكر؟ انفانديبولار سيست واسمك سيست هي اسمها ايه؟ رأي كلمة والانفانديبولار كان فيه منها نوعين رابط الفيلاس وبيجمنت التايب خلاص هنا برضو في امراض كتيره جدا اوراق كتيره جدا طلع من سبيشال جلاند بس مش سهل هما في الاول جمعوها كده فوق بس مش كلها مهمه يعني بس احنا هنقول اسماء في مرض غريب جدا اسمه اكتوبيك سبيشال جلاند اسمه ايه؟ هو مكتوب تحت تعال نقوله بالمره
حكايه التوبيك. احنا كنا خدنا قاعده ان السبيشال جلاند طول عمرها تبقى طالعه مع الفوليكل صح. انا عندي هنا فوليكل طالع منها سبيشال جلاند ومن الناحيه الثانيه ايبوكراين، وقلنا الكتله دي على بعضها اسمها ايه؟ بايوسبيشال يونت. والناس كلها مبسوطه وكل حاجه تمام صح كده. في بقى حاجه ليها اسمين، اكتوبك سبيشال جلاند. يعني ايه اكتوبك؟ يعني موجوده في مكان مش مكان، يعني جايه في حتت ما فيهاش اصلا سبيشال جلاند. ما طالما في سبيشال جلاند ما فيش فوليكل، وساعتها تلاقيها بتفتح دايركت مع نفسها كده. حد فاهم اللي انا بقوله ده؟ عشان كده الكلمتين شبه بعض. انا لو قلت لك اكتوبك سبيشال جلاند هي هي كده بقول لك فري سبيشال جلاند. قول لي يعني ايه فري؟ بس انت عشان نمت كده يعني ايه فري؟ استنى فري يعني مجانا ولا تقول يعني ايه فري؟ مفيش هير مفيش فولك مفيش اي حاجه صح؟ ها؟ فري يعني فاتحه دايركت على الجلد مش فاتحه فوليك. وده بقى مرض اسمه ايه؟ اسمه اكتوبك سبيشال جلاند. بص بقى الكلمتين دول مهمين جدا. احنا عندنا اثنين اكتوبك سبيشال جلاند في الجسم مشهورين لو ممكن يجوا. في نوع بيجي في اللبس هنا يا جماعه مشهور جدا اسمه فورتايس سبوتس. في ناس كده مننا تبص على اللبس كده تلاقي نقط صفرة صغيره، نقط صفرة كده صغيره دي ولا عارف ايه دي اكتوبك سبيشال جلاند وفتحه دايركت على الجلد هنا او على الليبروتينيال جانكشن ده. طب سؤال، هو هنا اصلا في فوليكل؟ مفيش. ما دي معنى كلمه اكتوبك ومعنى كلمه فري في نفس الوقت. هي رايحه في حته مش طبيعيه، حته ما فيهاش هير فوليكل وفتحه دايركت. على فكره البتاع ده فيري 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 كومن، مش واخدين بالنا. ناس كتيره جدا تتقرب منها كده تلاقي في نقط صفرا صغيره هنا 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 دي اسمها اكتوبك ايه؟ دي بقى مشهوره جدا اسمها فورتايس سبوتس. اسمها ايه؟ مين بقى يعلم عليها وياخد باله منها كلمه فورتايس سبوتس؟ ماشي؟ تدور كده في اللي حواليك هتلاقي ثلاثه اربعه كده عندهم عقلان كتيره جدا. مفهوم؟ اسمها فورتايس سبوتس. طب ايه النوع الثاني؟ في نوع بيجي في الاريولا بتاعت الفيميلز في الاريولا حوالين النبل اسمها ايه بقى؟ مونتوجومري تيوبل. اسمها ايه؟ يبقى انا عندي اثنين اهو فورتايس ومين؟ مونتوجومري. ودي مجرد اسماء ها؟ الحكايه دي اللي هي معنى كلمه اكتوبك انها بتفتح دايركت من غير ها؟ من غير فوليك بتفتح دايركت على سطح الجلد. في ناس معايا ولا مش معايا؟ بص يا جماعه الباثولوجي هنا مش محتاج باثولوجي ليه؟ لان انت هتلاقي سبيشال جلاند بس عارف ايه ميزتها لوحدها ايزوليتد. سبيشال طول عمره يا طنطا يجي مع مين؟ يا بنت رد عليا يجي مع الفوليك. ايوه ايوه ايه؟ هنا بقى لا تلاقي سبيشال كده مع نفسها فاتحه بالضغط على الجلد. الكلام ده مش مهم غير بس معلومه كده في الشفوي سؤال كده في الام سي كيو. يعني ايه فورتايس سبوتس ويعني ايه؟ ولا اي حاجه. قال لك في حاجه ثانيه مشهوره جدا اسمها سبيشال جلاند هايبر بليزيا. اسمها سبيشال جلاند ايه؟ طيب هايبر بليزيا هي المقصود بها ان السبيشال جلاند بتكبر في الحجم لكن العدد بتاعها زي ما هو. يعني انا مثلا لو عندي 1000 سبيشال جلاند مثلا في الوش مثلا وطبعا عدد اكبر من كده بكتير بس انا خدت مثلا 1000 عليهم هم 1000 بس كل واحده منها كبرت نو انكريز النمبر مان ممكن ده مش مكان مني خالص ماشي. وانت كمان ايه عارفه ان هنا دي من مناطق بتاعت الفورتايس هو مش اي حته هنا فورتايس هنا مونتو جوبلي مش متضايقه جدا اعملي كده بالسرنجه مين اللي هيتفتح وينضف وخلاص؟ المية. لكن ده هيفضل ده لهروتكو بس. طيب كلمة هايبر بليزيا دي أنا مش هتكلم عنها مش مهم قوي بس المقصود بيها إيه؟ ها؟ إن السبيشال جراند بتكبر بس وزاوت إنكريز إيه؟ فالله يرضى عليك. بص مكتوب إيه؟ بناين ها؟ اللارجمنت أوف سبيشال إيه؟ وعلى فكرة لو حد ذكي يقول لك نوت ترو نيوبلازم يعني إحنا لو هنتكلم بجد بقى ده ما نحطهاش في الأوراق. ليه ما نحطهاش في الأوراق؟ ليه؟ المفروض ها؟ انها الاوراق دي يعني النمبر بتاع الخلايا يكتر زي ما هنشوف دلوقتي ده مجرد اللارجمنت بس. بص انا مش هتكلم كتير بس هو الموضوع ده يا جماعه بنلاقيه اكتر في الناس العواجيز مع الكرونيك سانكس بوجر والكلام ده كله ماشي. مش مهم قوي الحكايه دي. تعالى بقى نيجي لحاجه خطيره جدا اسمها ايه بقى؟ ده كلام الجد بقى نيفس ها سبيشيس اوف ايه؟
لا نسأل الاسماء التانية أوركانويد إيه ونكتب عليها مهمة جدا كلينيكال وشفوي وعملي. والامتحان بتاع عين شمس الورقة التانية مش كان فيه خمس حالات كده مبعوتين على الجروب؟ الناس بعتهم على الجروب يا جماعة صح؟ ولا حاجة نسيبها بس نعمل إيه أشهر ما هي لو قلت للدايرة أكيد هتشيليها بقى طريقة سطحية زي مثلا سي أوتو معرفش إيه كده حاجة سطحية بس هي أصلا بتلاقي الشغل بدأ منها أصلا. لا بس بتيجي يشتكوا منها يا دكتور بالظبط ما هما لو جه بقى نشيلها له بقى بإبرة كده أو نشيلها له بالسي أوتو أفضل حاجة خفيفة كده بس طبعا إيه؟ ما ينفعش كيو سويتش طيب؟ مش هيخترق صح؟ كيو سويتش ليه طيب؟ علشان اللون هو مضايق اللون الأصفر ده ما هو اللون ده هو ده كروفور أصلا ما ينفعش أصلا ده لون عشان هو فيها ليمت عشان الناس تبقى حاجة بسيطة عشان الرقم مكتوب 2 بس دي نمبر ساحر دي نمبر ساحر ساحر كده الناس دي والله العظيم شر 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 بص ريشه الورق بتاع عين شمس لسه مبعوته في بيجي لهم خمس حالات دلوقتي كومنت لي كده واحده منهم ليه بس بيشز واحده من الخمسه ليه بس بيشز المرض ده فيه منتهى الاهميه بيجي كلينيكال وبيجي بالامتحانات ده هو ده المهم بقى يعني سيبك من اللي فات دي معلومه كده وخلاص لكن دي اهم حاجه مين بقى شاف ليه بس بيشيل بالظبط كده تيجي في الاسكالب كده بالظبط حته فاضيه وصفي بتوصف حته ارض حته فاضيه وكلها زباله مين تاني شافها دي مشهوره جدا يا جماعه ايه معنى ايه بس انتوا هتشيلوا لي خلاص ماشي مين فاكر بقى يعني ايه كلمه نيبس اصلا واحنا خدنا كام نيبس حتى الان خدنا من انوسيتك نيبول يعني ايه نيبس ديسورجانيزيشن بالانجليزي يعني ايه بس الديفينيشن بتاعها الديسكريبشن السايكولوجيكال ديسكريبشن ميجر احنا قلنا ليه بس يعني ايه انكريز في النمبر بتاع وان تايب اوف سيلز مش احنا قلنا كده وقلنا بنسميها على اسم السيلز اللي زادت صح انا مثلا الندم زاد جوايا دلوقتي يبقى ايه بس ندمك مثلا صح كده والقلق مش احنا قلنا كده قلنا احنا خدنا كام نوع لو حد فاكر لو الميلانوسايت هي اللي فترت ميلانوسيتك نيبس وخدنا الابيديرمال نيبس مين فاكر الابيديرمال بالروكال نيبس صح مش احنا قلنا كده وقلنا ان الابيديرمال بالروكال نيبس دي هي الابيديرمال كبر بس هما لو كمان ان الديرمس ايه مين فاكر بيكبر وده سبب الريكارنس فقالوا سموها هاماتوما مش نيبس يا جماعه الكلام ده من اسبوعين ولا حاجه ماشي هنا بقى السبيشال جراند هتكتر صح وطالما كترت في العدد يبقى ده فعلا ورم بس ده سنس بيرس مولودين بحاجه زي كده فيسموها نيبس ايه سبيشال لحد هنا كفايه لان ده الحد الادنى في الاسم يعني الناس كلها بتقول ده حاله نيبس ايه سبيشال وخليك ذكي نيبس سبيشال يبقى مين اللي كتر سبيشال جراند وده البيرس لانها نيبس او شورتلي افتر بيرس ده حلو اسمها بالكامل نيبس سبيشال اوف جادسون نيبس سبيشس اوف ايه؟ ليه يا دكتور اسمها بالكامل كده؟ هو ده اللي وصفها وليها اسم تاني نتكلم عنه دلوقتي اسمها اورجانويد نيبس حلو كده؟ ايه بقى قصتها؟ طبعا انا هقول لك كلمتين بعدين هوريك الصور يا جماعه البتاع دي فيري فيري كومن هي الصغيره تتولد يا الحته تيجي في جلدها نك دي مناطق سبيشس جلاند اعلى سبيشس جلاند الحته تيجي في الاسكالب ماشي لما تيجي في الاسكالب بيعرفوها ازاي؟ اول ما الولد يتولد في حته فاضيه في شعره حته الوبيشيا ليه؟ لان مكان الديفلوبمنت بتاع السبيشال جلاند بيأثر على الديفلوبمنت اوف اير فولك فما طلعش شعر حلو قال لك المرض ده غريب جدا وهو صغير حته الوبيشيا بس كده لما يجي عند البيوبر تلاقيها كبرت وبقت في الروكس وكانها ابيديرمال بالروكال نيبس كده